السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في رمضان، هذا يوم الثاني في رمضان. وهذا نصيحة لسنقوله، ولكن في حقيقة يوجد كثير من المسلمين خاصة في رمضان هم يظنون أن موضوع التعصب والغضب شيء عادي، وحتى يكون جيد في رمضان، فيحب أن يكون الشخص الذي يغضب كثيرا في رمضان، ويحب أن يكون الشخص الذي لا يستطيع يقربه أحد في رمضان بعد عصر، لا يأتي إلي أحد، يعني نسائم، فيقصد أن هو سوف يتعصب. فيدا في أقول الناس أن هذا هو صوم، صوم هو تعصب وغضب وهذه أشياء، وفي الحقيقة هو بالعكس. الدين يجب أن يعلمنا كيف نثبت أنفسنا وكيف نتعلم الحلم، وهذه في كل حلم الحلم بالتعلم وحلم بالتعلم، فيجب أن تدرب على أنفسنا، وهذا فرصة في رمضان أن نفعل هذا. كما يقول في حديث الذي كثير من الناس لا أعلم إذا هم يعرفون حديث أو فقط لا يعمل به، فيقول في حديث أن إذا أحد صائم وشخص يسبه وهو صائم، فيقول إني صائم، ولا يرد عليهم، فقط يسكت هو أنا صائم، فلا يرد إلى الشخص الذي يسب عليه ويفعل شيء. فهذا يدل أن هذا أفكار الناس ليس صحيح أبدا، ونحن يجب أن نتعلم الحلم، وهذا فرصة في رمضان نتعلم هذا، وهو لي هذا أفكار الذي حول الناس الذي يظن أن رمضان أو الصيام هو هو وقت يكذب فيه، هذا شيء خطير. فنحن نستخدم هذه الأوقات حتى نتعلم الحلم ونتعلم ضبط النفس، وليس فقط في رمضان وليس فقط في صيام، في طوال السنة. ف عندما نحن نكون صائمون، نحن نمسك على الطعام والشرب، ولكن لماذا نحن نفعل هذا؟ حتى نستطيع أن نفعل هذا في أشياء أخرى، ولا نكون مثل الحيوانات فقط يفعل أي شيء يأتي إلى بالنا. نحن نريد أن نصرخ نصرخ، نريد أن نبكي نبكي، ونريد أن نأكل شيء فورا نأكله. نعيش حياتنا كبهائم، والله أعطانا عقل، والعقل يضبط أمورنا. فالإنسان العاقل هو ليس إنسان الذي فورا يغضب ولا يوجد سبب كثير ولا يستطيع أن يحمل نفسه. فيقول إنسان يعني حديث آخر في معنى يقول الإنسان الذي يحمل نفسه إن الغضب هو إنسان قوي. فإنسان الذي لا يحمل نفسه هو إنسان ضعيف، يعني هكذا معنى. فكذلك كيف نحن لا نتعصب في رمضان وغير رمضان أيضا، وخاصة في رمضان كثير من الناس ما يتعصب، يعني هو أيضا يأتي شيء من الطاب، يعني هو كثير من الناس عندهم عادات ليس صحيحة، مثلا تقوم طوال الليل بدون نوم، فهذا غشاء كامل ليس جيد. نحن نحتاج أن ننام، في رمضان من الأحسن أن نخفف من النوم، لكن أن تأخر بعد نصف الليل بدون أن تنام هذا يؤثر على أجسامنا، وأيضا في شكل علمي هذا
يزيد الإنسان في شعور في ضغط النفس، فتنام في ساعات مباكرة في الليل ولو ساعتين يفيد الإنسان كثيرا، يرتاح جسمه يرتاح عقله. ممكن إنسان ينام ساعتين في بداية الليل، فورا ممكن تصلي بعد التراويح فورا تنام ساعتين، تستيقظ وتأكل كما هو يريد وتشرب ماذا يريد ويكون مرتاح أكثر. وكذلك عند الفطور إذا نأكل الأشياء التي سوف يرفع السكر في الدم عندنا سوف نتعصب أيضا. ربما في وقت الظهر أو العصر عندما ينزل السكر في الدم، الإنسان سوف تشعر بتعصب من جسمه من فيزيولوجيه. فإذا هو ما نام وأكل في فطور طعام مثلا خبز أبيض وسكر أبيض ومربى وسكريات كثيرا وزاد على حاجاته، أكل كثيرا كثيرا يخاف أن سوف لا يأكل ساعات، فأكل كمية كبيرة بهذه الأشياء وبيض و دهون ولا أعرف ماذا لهم والسكر وكل هذا، وهو متعب لا نام، فهذا كله سوف يتأثر عنه في النهار. سوف رأسه يعلمه ربما أنه ما نام، وقد يكون هو تعود على قهوة وشاي وممكن ممكن يتدخن أيضا. فكل هذا ندرب عليه ونحاول أن نخفف من هذه الأشياء الذي سوف يعطي إلى التعصب. مثلا في فطور نأكل أشياء مثلا شوفان أو شعير، هذه أشياء يوزن السكر الدم عندنا. ونأكل طعام مثلا بيض مسلوق، بيض كما تحب البيض، لا مشكلة إذا هو في زيت ولا. ونأكل طعام مثلا طعام واحد ونخفف من السكر مثلا، ونخفف من ممكن تشرب شاي ولكن كمية كبيرة من الشاي أو القهوة يرتفع هذا فيه كافيين يعطي طاقة أكثر وترفع ضغط الدم أكثر. وأيضا ربما إنسان يشعر هو بحاجته طوال النهار، إذا سنخفف من هذه الأشياء ممكن هذا يفيدنا أكثر في هذا الموضوع. لكن بشكل عام كيف نتعامل بغضب خلال السنة؟ ماذا نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنصحنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وهد غضبانا يسقط، هذا في حديث آخر أن حديث الذي مكتوب هنا، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فإذا إنسان تشعر بغضب يتوضأ في ماء بارد إن شاء الله يذهب عنه الغضب. وكذلك في حديث يقول إذا إنسان يشعر بغضب فيجلس، إذا هو قائم فيجلس، وإذا هو يجلس فيركض. تغير محله تغير مكانه سوف يفيده في هذا الموضوع. ممكن ينسى موضوع أكثر، وممكن أيضا هو إنسان عندما يكون قائم هو في محل سوف يفعل شيء، إذا جلس هذا يجعل في عقله أن هو الآن ليس في محل أن يفعل شيء، هو لنفسه قطع عن هذا. فهذا من نصائح الحديث. بشكل علمي إنسان إذا دائما يكذب كثيرا هذا بشكل عام
ممكن نساعده بتغيير التفكير. يعني هو إنسان حينما يشعر بغضب هو بشكل عام يغضب، يعني شيء ما حدث كما هو يريد. فإنسان يحب أن يسيطر، أو إنسان يحب أن كل شيء يحدث كما هو يريد، هو يغضب أكثر. فنحاول أن نخفف من هذه التفكير أن كل شيء يجب أن تكون كما هو يريد. مثلا إذا واحد فعل شيء مختلف من كما هو يريد، هل أتى إلى نفس النتيجة؟ وهل نتاج كل هذا الغضب لهذه موضوع بسيط مثلا؟ ممكن لا نحتاج أن نغضب، ممكن فقط نحتاج نصيحة. ممكن نفهم الموضوع أكثر ونرى أن شخص آخر يريد خير، يريد أن يفعل شيء جيد، والشخص غضبان يفهم الموضوع بشكل خاطئ، يفكر خالف ماذا هو يريد. فكثيرا عندما نحن نفهم الموضوع بشكل عام وندرسه أكثر، نرى أننا نحتاج أن نغضب بشكل عام بشكل كبير جدا. وممكن نرى أن يوجد ليس فقط كل شيء كما أنا أريد، يعني يوجد ناس آخر وكل واحد عندهم رأي. ومثلا واحد تريد أن تنظف البيت، في آخر شيء إذا البيت نظيف هذا هو هذا ماذا نريد. فإذا واحد فعل في نفس الطريق طريق أحد معين جيد، ولكن إذا فعل في طريق آخر إذا النتيجة نفس الشيء أن البيت نظيف، فلا نحتاج أن نفوز ولا نحتاج أن نغضب. إذا نحن ندرب أن التفكير عندنا نظرتنا إلى الحياة، سوف نرى أشياء كثيرا. أن لا نستطيع أن نغير كل شيء من حولنا، لا نستطيع أن نغير كل الأمور، لكن ممكن نعمل بماذا نستطيع أن نفعل. وهذا بشكل عام أنفسنا، نستطيع أن نحكم على أنفسنا، ونستطيع أن نكون إنسان راقي أكثر. يعني كما نرى في هذه الصورة، هذه الصورة ليست جميل. إذا إنسان يرى نفسه في مرآة حينما يغضب، هل هو يريد أن يشبه هذا الرجل؟ انظري هذا. إذا نفكر في هذه الموضوع، هل نريد أن نكون هكذا أمام الناس؟ هل نريد حقيقة أن الناس يعرفون إنسان غضبان دائما؟ ونحن نريد أن نكون معروف بين الناس إنسان جيد، مسلم جيد، محترم، حليم، نوفق به، إنسان عاقل. إنسان عاقل هو يحكم على نفسه. لا نرى إنسان عاقل دائما غضبان ويشرب. وإذا نفع في ديننا، لا نريد أن نكون إنسان لا نستطيع نثبت نفسنا. كل ما يحدث شيء يجب يغضب وينكس شيء ويفعل شيء. هذا ليس يتعلق بديننا، وليس يتعلق برمضان خاصة، ولا لعمل بيننا. ويجب أن نصلح هذا الموضوع. يعني الغضب هو سبب لكثير من الأمور، مثلا طلاق. ممكن واحد يطلق زوجته وهو غضبان، ممكن يحكم على الشخص بشكل غير سليم وهو غضبان. لذلك قال في فقه أن الحاكم يجب أن لا يحكم بين الناس وهو غضبان، يعني هو لا يكون عادل في هذا الوقت. ممكن ينكسر هاتف، ينكسر أشياء وهو غضبان. فإنما نرى هذه الأمور، نرى كثير شيء سلبي من الغضب. الشيطان يحوزه فرصة لكل هذه الأشياء ليس جيد. فلذلك علينا أن ننتبه إلى هذا الموضوع، ونحاول أن نخفف من الغضب عندنا، ونمسك أنفسنا، ونحوز هذه الخطوات حتى تكون الناس راقي وحليم.
ومسلمون حقيقيين. يعني الناس لا يخاف من نساننا وأنفسنا.